السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جري انفيرتر وظهر معاي عطل او كود B6. كود B6 ماذا يعني كود B6؟ زي ما شايفين في الكتالوج، كود B6 يعني خطأ في التحكم الرئيسي واتصال المشغل. طيب معناها في مشكلة في اللوحة بتاعة التحكم الرئيسي، اللوحة بتاعت التحكم الرئيسي موجودة في الوحدة الخارجية أو الأوتدور. زي ما شايفين المكيف الانفيرتر فوق عدة لوحات، يعني بتكون من عدة لوحات، فبالتالي بنشوف اللوحة بتاعة التحكم الرئيسي اللي هي اللوحة دي الفئة الكابسترات دي. طبعا في تاني لوحتين، واحد اثنين لوحتين، لكن العطل في اللوحة دي بالضبط. طيب نحنا كيف نصلح العطل ده عشان المكيف يشتغل معانا وما يظهر معانا الكود بتاع B6؟ اول حاجة بطلع اللوحة دي واجيب لوحة جديدة، او اطلعها واصين اللوحة في محل بتاع الالكترونيات، او اصين براي واشتري لوحة جديدة واجيبها. دي اللوحة كده طلعناها، نجيب لوحة جديدة. زي ما شايفين جبنا لوحة جديدة نركبها بدل اللوحة القديمة. طبعا اللوحة بتاعت المكيف الانفيرتر فيها سوكيتات كثيرة جدا، يعني فيها سوكيتات كثيرة جدا، يعني لازم بعد ما فكيت اللوحة أركب كل سوكت في مكانه بالضبط. فيها حساسات وفيها لو برجر وهاي برجر وكمية من السوكيتات، والأسلاك اليو والدبليو والفي اللي هي بتمشي للكمبريسر مباشرة، دي الأسلاك اللي بتمشي للكمبريسر. دي اللوحة الجديدة. طبعا أنا اللوحة بجيبها على حسب السيريال نمبر بتاع ده، يعني الكلام المكتوب ده هو الباء على 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 جهته، بجيب اللوحة وبعد ببدأ أركب في اللوحة، أثبت السوكيتات كلها في مكانها. بعد ما ربطنا اللوحة نجي للوحدة الداخلية، نشغل الوحدة الداخلية ونجرب نشوف المكيف بيشتغل معانا ولا ما بيشتغل معانا. طيب نضبط الدرجة، نحط المكيف على وضع كول ونشغل، ننتظر الوحدة الخارجية تقوم. زي ما شايفين الحمد لله الوحدة الخارجية اشتغلت معاي تمام، والوضع كده 100 100 كده قدرنا حلينا العطل بتاع B6. فأتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو وقدرتوا تحلوا العطل، وما تنسونا من الاشتراك والمتابعة واللايك والسلام.